وينضم إلينا من برلين مراسلنا يمان الشواف. يمان، أهلا بك. ما هي القراءة الأولية لهذا الائتلاف الحاكم؟ ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف أيضا؟ نعم، هذا الائتلاف بات رسميا بعد أن وقع زعماء الأحزاب الثلاثة، أحزاب ما يعرف بإشارة المرور، هذا الاتفاق الذي يعني أن هذا التحالف سيشكل الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة الاشتراكي أولاف شولتز. التحديات كما أعلن عنها وأجمع طبعا زعماء الأحزاب الثلاثة هي في البداية قال أن هذه الحكومة الجديدة ستواجه تحديات جمة، كان في مقدمتها فيروس كورونا وما تواجهه اليوم ألمانيا من هذا الوباء وهذه الموجة القاسية، وأن هذا الأمر يجب أن يتم التعامل معه بقوة، وهو ربما الأولوية التي حددتها الحكومة في أولى التحديات التي تواجهها. أيضا تحدث عن الجميع، تحدث طبعا الأحزاب الثلاثة عن المناخ وتداعيات هذا الأمر أيضا على ألمانيا، وكان في المرتبة الثالثة هو الاقتصاد وتداعيات طبعا ما خلفته أزمة كورونا على اقتصاد ألمانيا. ربما هي باختصار كانت شديد هذه النقاط الثلاثة التي تواجهها الحكومة الألمانية الجديدة، ولكن هناك حديث على أن هذه الأحزاب الثلاثة التي وقعت اليوم على هذا الاتفاق لتشكيل التحالف الحكومي ومن ثم تشكيل الحكومة، هذه الأسئلة التي تطرح الآن كثيرا هنا في الأوساط في ألمانيا، هل سينجح أولاف شولتز في قيادة دفة هذه الحكومة التي تتكون من ثلاثة أحزاب وليس حزبين كما كنا نعهد في ألمانيا سابقا؟ هل سيستطيع أولاف شولتز أن يخلق هذه التوليفة؟ هذا الذي يبدو من تصريحات اليوم رؤساء الأحزاب أنهم جميعا متحمسون كما قالوا لهذه المرحلة الجديدة. طيب يمان، ماذا عن الألمان؟ الناس ماذا يقولون وهم يودعون أنجيلا ميركل المرأة القوية ويستقبلون مستشارا جديد؟ ماذا يتوقعون من الجديد وماذا يتذكرون عن الراحلة بالمنصب طبعا؟ نعم طبعا، كما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية إرث ميركل الإنجازات، أو كما وصفت ميركل في وسائل الإعلام الألمانية بأنها سيدة الأزمات للأزمات التي واجهتها، سواء من الأزمة المالية العالمية ومن ثم اللاجئين وأزمة اليورو وكذلك الاتحاد الأوروبي، كل هذه وأيضا كان في نهايتها كورونا، كل هذا الثقل الذي نجحت كما وصف البعض ميركل في إدارة هذه الأزمات وحافظت على وحدة الاتحاد الأوروبي واستقبلت هذه الموجة من اللاجئين. اليوم الحديث عن الحكومة الجديدة، هل ستنجح هذه الحكومة وهي تواجه تحدي كبير وهو فيروس كورونا؟ يبدو أن هناك تفاؤل نوعا ما بأن الحكومة ستنجح في مواجهة هذا التحدي، وأيضا ربما تنجح في الموازنة بين المناخ الذي تأمل الحكومة الألمانية ألا يؤثر أيضا على الاقتصاد الذي تأثر بشكل كبير. فإذا هناك تحديات، أجمع اليوم الجميع الأحزاب على أن هذه التحديات هي موجودة، ولكن هناك نوع من التفاؤل، أن نحن نتحدث على أن ميركل طوت هذه المرحلة، اليوم مرحلة جديدة في ألمانيا، هذه المرحلة يأمل الألمان أن تنعكس سريعا بشكل إيجابي سواء على الأفراد أو كذلك على الاقتصاد الذي تأثر بشكل كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا. يمان، أخيرا أود أن أسأل عن المراسم التي يتسلم فيها المستشار الألماني المنصب، كيف تجري بإيجاز وما هو برنامجها يوم غد؟ نعم، غدا سيكون هناك تصويت من البرلمان لكي يحصل أولاف شولتز على ثقة من البرلمان، بعد ذلك في حال طبعا هذا إجراء روتيني سيحصل على الثقة بناء على الاتفاقات التي حدثت اليوم، بعد ذلك يبدأ تقديم الحقائب الوزارية للأحزاب الثلاثة للتحالف الحكومي، وبعد ذلك سيأخذ الثقة من الرئيس الألماني لتكون الحكومة الألمانية هي حكومة رسمية وتبدأ أعمالها بشكل رسمي، وهذا يعني أن اليوم الاتفاق الذي حدث يمكن أن نصفه بأنه الخطوة الأولى لتشكيل هذه الحكومة الذي يبدو أنها شكلت بشكل سريع على غير المتوقع، وهذا يعود طبعا للمفاوضات التي حدثت بين الأحزاب الثلاثة وشكلت عليه التحالف الذي وقع اليوم. يمان الشواف مراسلنا من برلين، شكرا على كل هذه المعلومات.